قالت مديرة الاتصال في اللجنة السورية التركية المشتركة إيناس النجار إن الجهات الحكومية التركية مددت المهلة التي أعطتها للسوريين لإخلاء مخيم نيزب والتي كانت من المفترض أن تنتهي غدا الجمعة. وأضافت نجار لتلفزيون سوريا أنه بعد تواصلهم مع عدة جهات حكومية ستمنح الحكومة التركية مبلغ 6500 ليرة تركية للشخص الذي يرغب في الانتقال إلى أي ولاية في تركيا عدا اسطنبول. أما من يريد العودة إلى سوريا فسيكون البدل المالي بقيمة 14,000 ليرة تركية لكل فرد. وكانت إدارة مخيم نيزب جنوبي تركيا طلبت من العائلات السورية النازحة من منطقة الإصلاحية إخلاء المخيم خلال 3 أيام. تفاصيل أوفى مع مادة وائل عادل. نحن الآن في أقرب نقطة من مخيم نيزب جنوبية تركيا والتابع لولاية غازي عنتاب. في هذا المخيم توجد العديد من العائلات السورية، بينها 500 عائلة كانت قد نزحت من منطقة الإصلاحية، أيضا قضاء تابع لولاية غازي عنتاب، نزحوا بسبب تأثر منازلهم بالزلزال، زلزال 6 شباط الماضي. بعد نزوحهم إلى هذا المكان وبعد أن استقروا هنا لشهور، اليوم تواصل معنا الأهالي الذين يقيمون في هذا المخيم، وقالوا بأن إدارة المخيم طلبت منهم وعطتهم مهلة 3 أيام ليخلوا خيامهم أو الكرفانات التي يتواجدون فيها. قالوا لنا بأنهم لا يجدون مكانا أو لا يمكنهم إيجاد مكان ليتآووا فيه خلال 3 أيام فقط، وقالوا لنا بأن هذه المهلة قليلة جدا وبأن إدارة المخيم والسلطات التركية لم تعطيهم الحلول، لذلك هم يعني في حيرة من أمرهم وتواصلوا معنا لحل هذه المشكلة. لم يستطيعوا مغادرة المخيم، بعضهم منعوا من مغادرة المخيم للقائنا، وأيضا لم نستطع الدخول للمخيم، لذلك نحن نقف في هذه النقطة القريبة من المخيم، أقرب نقطة استطعنا الوصول إليها من المخيم، مخيم نيزب التابع لولاية غازي عنتاب. كان معكم وائل عادل لتلفزيون سوريا، قضاء نيزب ولاية غازي عنتاب. وائل عادل مراسل تلفزيون سوريا معي من غازي عنتاب، وايضا احمد ابو شادي احد سكان مخيم نيزب. ابدا معك وائل، يعني ايناس النجار مديره التواصل في اللجنه السوريه المشتركه قالت بان الحكومه التركيه مددت هذه المهله واعطت منح ماليه لمن يرغب بالانتقال الى منطقه اخرى، ما هي التفاصيل؟ نعم حسام، يعني هذه المنح منذ البداية كانت موجودة، كانت وعود من قبل مدير المخيم أو المسؤولون عن المخيم للأهالي، ولكن كانوا يشكون بأنها ستصل بسرعة أو ربما تتأخر، حتى مبالغ التي للبدل أو للتعويض أو للدعم بعد الزلزال هم سكان الإصلاحية، يعني من المفترض أن تصلهم مبالغ 10,000 أو 15,000 ليرة، كثير منهم لم تصلهم هذه المبالغ أو ربما وصلتهم ويعني صرفوها خلال المدة الطويلة التي بقوا فيها خارج منازلهم مع دمار أثاثهم ومع دمار يعني جزء كبير من حياتهم ونجاتهم من الزلزال. استقرارهم في هذا المخيم يعني وهذه المهلة القصيرة التي قرر فيها أن يخرجوا من المخيم مع بدل مادي ربما يقبضوه وربما لا بحسب الأهالي، أو حتى إذا قبضوه فهو مبلغ قصير يعني يحتاج لتعاضد ولتعاون ولتكاتف جمعيات أو منظمات أهلية ربما سورية لمساعدة هؤلاء. 400 عائلة الرقم ليس بالسهل، ربما تصل الأعداد إلى أكثر من 2000 شخص هم يبحثون عن مأوى، يعني إذا كانوا سوف يأتون إلى هنا إلى مدينة غازي عنتاب، مدينة غازي عنتاب أصلا يعني تكتظ بالسكان، لا يوجد بيوت، لا توجد بيوت فارغة بشكل يعني متوفر أو بشكل يعني دائم، وأيضا كثير من الولايات خاصة في الجنوب التركي تشتكي من هذا الموضوع. نعم حسام. أحمد أبو شادي يعني أحد سكان مخيم نيزب، يعني ما هي الأسباب لإبلاغكم بإخلاء المخيم خلال 3 أيام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء نحن جينا من نورداغ والإصلاحية، جابونا لهون على أساس بدهم يعطونا كل شهر 1700 ليرة، وهذا المخيم دايم. أول شيء قالوا لنا 3 سنين، بعدين صار 2. نتفاجأ الأسبوع الماضي قالوا لنا خلال 3 أيام، من أسبوع لـ3 أيام بدكم تفضل المخيم.
شلون تفاعلتوا مع هذا الخبر؟ يعني تبلغوكم انه بدكم تفضوا المخيم، لمين توجهتوا بشكواكم؟ كيف كانت ظروفكم؟ كيف كان وضعكم؟ رحنا على مدير المخيم، مدير المخيم يقول انا ما بعرف، هيك اجى القرار. مين ما نسال يقول انا ما بعرف، هيك اجانا القرار. قلنا لهم بدنا شيء يثبت هالقرار، مثلا وثيقه او بيان او شيء. قال نحن ما عندنا شيء نظامي، هذا القرار اجى وبده يتنفذ من هون ليوم الجمعه. خلال 3 ايام بدكم تفضل المخيم، يا اما راح نقطع المي والكهرباء على المخيم. وهلا في خبر انه تم تمديد هي المهله، شو صحة هذا الامر؟ ما هي تفاصيل هذا الخبر؟ تم تمديد المهله ليوم الجمعه، بس ما عم نحسن لا نطلع ولا ندخل. عفوا احمد، لاي يوم جمعه؟ يعني المهله هي 3 ايام ولا مددوها الاسبوع؟ حاليا مددوها، بس نحن ما عم يخلونا نطلع، نحن قاعدين بالمخيم. شلون ما بدنا نطلع وبدنا ندور على بيوت ما بي. ليه ما بيخليكم، يعني ليش ما بيخليكم تطلعوا؟ شو السبب؟ ما عم يخلونا نطلع. ما في اي اسباب؟ يعني ما في اي مبرر؟ يعني تقول له بدي اطلع انا من المخيم، اداره المخيم او الحرس موجود على المخيم، شو عم بجاوبك؟ يا اما بتقيد، لان نحن ما عندنا محل نروح عليه. قال بدكم تروحوا، يا بدنا نكتب وين بدنا نروح، يا اما ما بيطلع. يعني صار يضغط علينا شي نوافق على الطلعة من المخيم. وبالنسبة للمنحة المالية اللي نحكى عنها بدهم يعطوها للأشخاص اللي بدهم يطلعوا على غير ولايات تركيا أو بدهم يرجعوا على سوريا، سألنا هالحكي المدير ذات نفسه ما بعرف مدى صحة هالموضوع. يعني لم تبلغوا بشكل رسمي؟ لم نبلغ. والآن يعني بماذا تفكرون؟ كيف تحاولون الخروج من هذا المأزق؟ في نقطة ثانية، نحن كمالكنا عنتاب وشغلنا بعنتاب، تتفاجأ بقولوا لك ما بصير تقيد محل ما كنت. إذا كنت مثلا بالإصلاحية أو بنورداغ، إذا بدك ترجع ما بيعطوك أي شغلة، ولا ممكن تطالع أي شغلة من هون. شلون؟ طب نحن بدنا نطلع نستأجر. إذا الواحد ما عم يشتغل وما بي شيء، شلون بده يطلع يستأجر؟ على أي أساس يطلع يستأجر؟ بيوت ما بي، الإصلاحية خربانة، نورداغ خربانة، وما عندنا قدرة نطلع. يعني البيت اللي كان ب 500 ليرة صار ب 5000. يعني نتمنى أن ينتهي يعني هذا الأمر نعم، نتمنى أن ينتهي هذا الأمر لصالح السكان في مخيم نيزب، وأن يتم تعويضهم حسب الإمكانيات المادية والواقع المعيشي الموجود في تركيا، وتسهيلات أيضا القانونية لهم. شكرا لك أحمد أبو شادي، أحد سكان مخيم نيزب، كنت معي. وأيضا الشكر موصول لوائل عادل، مراسل تلفزيون سوريا، كان معي من غازي عنتاب. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من لم الشمل. إلى اللقاء.